هو ده سحر ولا خدعة ولا غموض ملوش تفسير علمي؟ تخيل معايا عزيزي المشاهد إن بقى عندك القدرة على التعلق في الهواء، قدرة خفية على التحكم في الجاذبية الأرضية والسيطرة عليها. طب تخيل معايا لو فقدت سيطرتك على القدرة دي وبدأت ترتفع في الهواء لا إراديا. مستحيل طبعا، مش كده؟ أحب أقولك إن دي ظاهرة حقيقية ومعروفة باسم الليفيتيشن. قبل ما نكمل ما تنساش الاشتراك في القناة ولايك الفيديو عشان يوصلك كل جديد. في أغسطس سنة 1852 وأثناء جلسة تحضير الأرواح في منزل وارد تشيني، لاحظ كل الموجودين إن الحاجات اللي موجودة في الغرفة بتتحرك من تلقاء نفسها. طبعا كلهم بدأوا يشكوا في الوسيط الروحاني اللي كان موجود ساعتها واللي اسمه دانيال دانجلز هوم، وافتكروا إنها خدعة هو السبب فيها. وعشان يثبتوا إنه نصاب قاموا واقفين كلهم على الترابيزة اللي كانت موجودة قصادهم، ورغم إن عددهم كان حوالي 4 أشخاص ووزنهم وصل تقريبا لأكتر من 380 كيلو، إلا إن الترابيزة فضلت تتحرك بشكل عشوائي كأن في طاقة غريبة هي اللي بتتحكم فيها. الغريب في الموضوع إن الوسيط الروحاني دانيال هوم بدأ يرتفع أمامهم في الهواء بطريقة غير مفهومة، والحادثة دي تكررت قصادهم أكتر من مرة. في الأول ارتفع في الهواء تدريجيا وفضل ثابت مكانه لمدة 2 ثانية، وفي المرة التانية ارتفع في الهواء على مسافة أعلى وفضل ثابت قصادهم لأكتر من 5 ثواني، وفي المرة التالتة طار بسرعة في الهواء كأن في كيان أو طاقة مجهولة هي اللي بتتحكم فيه، ووصل لغاية سقف الغرفة وفضل ثابت مكانه لمدة 1 دقيقة تقريبا، لدرجة إنه لمس السقف بإيده. لما نزل تاني على الأرض كل اللي في الغرفة لاحظوا عليه إنه بقى زي المحمومين لأن جسمه كان بيترعش جامد، ده غير إنه بدأ يهذب كلام مش مفهوم وتعبيرات وجهه كانت متباينة بشكل رهيب، يعني يكون مبسوط جدا وفجأة يبقى مرعوب لدرجة الموت وبيبحلق بعينيه في الفراغ. بعد الوقعة دي جرايد كتير كتبت عن الوسيط الروحاني ده، لكن هو كان مختفي لمدة 1 أو 2 سنين تقريبا، ولما ظهر ادعى فجأة انه بقى عنده القدرة على الارتفاع في الهواء، وصرح للناس ساعتها انه تدرب على الظاهرة دي مع نفسه، لكن غير كلامه فجأة وقال ان جلسات تحضير الارواح هي السبب في الظاهرة دي، وان ارتفاعه عن الارض بيكون عن طريق مساعدة الارواح له. وفي سبتمبر 1867 وفي حضور اللورد أدير اللي كان حاكم مقاطعة لينزي، ارتفع دانيال في الهواء تدريجيا وخرج من نافذة في الدور الثالث بأحد المباني بمدينة لندن، وفضل طاير في الجو لغاية ما دخل النافذة المقابلة اللي كانت موجودة في المبنى الأمامي، يعني على ارتفاع 85 قدم. خرج من نافذة في مبنى ودخل نافذة موجودة في العمارة اللي قصادها، والحادثة دي كان شاهد عليها أشخاص كتير جدا، وطبعا زاد شهرته جدا بعد الوقعة دي وأصبح معروف عالميا إلى حد كبير. فطلب منه العالم الإنجليزي السير ويليام كروكس إنه يختبره بنفسه ويسجل الظاهرة دي بأدواته العلمية عشان يتأكد إنها حقيقة مش نصب. وبالفعل اجتمع بساعتها وبدأ دانيال في الارتفاع قصاده في الهواء، وأعلن العالم الإنجليزي ساعتها إن ارتفاع دانيال ليس خدعة، وصرح أكتر من مرة إنه يمتلك ظاهرة لا تفسير لها وهي اللي بتمنحه القدرة دي. ولكن بالفعل في تفسير فيزيائي ممكن يكون منطقي إلى حد ما، وبيقول إن تعليق الأجسام في الهواء ممكن عن طريق استخدام الأمواج الصوتية، بمعنى إن الظاهرة ارتفاع الأجسام الصلبة أو السائلة ممكن يحصل بسبب الذبذبات الصادرة عن الأصوات، وممكن تعمل تجربة على الضيق كده وتحط أي جسم بسيط فوق سماعة وتعلي الصوت، هتلاقي الجسم ده بيطلع وينزل بسرعة. ودلوقتي العلماء بتحاول تطوير الظاهرة دي عشان تطبق كمان على الأجسام الكبيرة وتقدر تزود فترة الاسترفاع. والحقيقة إن ظاهرة الاسترفاع في الهواء قديمة جدا وفي دلائل على حدوثها من قرون طويلة، زي مثلا القديس المتصوف
جوزيف في كوبرتينو اللي لوحظ ارتفاعه في الهواء بدون سبب سنة 1600، والراهبة الإسبانية ماجدلينا دولا كروز اللي كانت عايشة سنة 1500، وهي كمان كانت بتمتلك القدرة الاستثنائية دي. وفي المدن الأوروبية بشكل عام لو سافرت هناك هتلاقي عروض كتيرة وغريبة بتتعمل في الشارع كده، بيعتمد أغلبها على الاسترفاع وتحدي الجاذبية، والموضوع مش جديد يعني. فزمان في بعض الحضارات القديمة زي حضارة بلاد الهند والصين كانوا فاكرين إن الارتفاع هي قدرة خارقة يمنحها الله للأشخاص الصالحين، وفسرت الديانة الهندوسية ظاهرة الاسترفاع تفسير مشابه لده، وقالت إن الكهنة لما بيصلوا لدرجة عالية من الإيمان واللي بيسموها السيدها، في الحالة دي بس يقوموا باسترفاع في الهواء. وكمان في الديانة البوذية بيؤمن أتباعها إن الاسترفاع واحدة من أهم معجزات بوذا، وإنه بيمنح القدرة الخارقة دي للمؤمنين والصالحين والمقربين له. ولكن على العكس تماماً، في بعض الشعوب بيعتبروا ظاهرة الاسترفاع هي مس شيطاني، وده كان بسبب حادثة تانية حصلت في 1906 في جنوب إفريقيا، واللي كانت تعتبر من أشهر حوادث الاسترفاع في الهواء. كان في بنت اسمها كلارا جيرمانا، وكانت بنت مراهقة ما كملتش 16 سنة. أهلها كانوا شايفين إن بقالها فترة قصيرة تصرفاتها غريبة، يعني أكلها وطريقة مشيها ولبسها كانوا مش طبيعيين، ده غير سكوتها اللي على غير العادة. المهم جت في يوم ودون أي مقدمات تعلقت في الهواء على ارتفاع 1.5 متر تقريبا، وحاولوا ينزلوها بشتى الطرق ولكنهم فشلوا. وعلى حد زعمهم ما نزلتش على الأرض إلا لما جاء كاهن مسيحي وسكب مياه مقدسة عليها وتحتها، ومن هنا اعتقدوا أن الظاهرة دي هي مس من الشيطان. وعلى مدار سنين كتيرة كان دايما بيحصل جدل بين أهل الطوائف والمعتقدات على تفسير الظاهرة دي، وفي كتير بيأكد أن المتصوفين بيقدروا يوصلوا للمرحلة دي من السمو عن طريق التأمل، وأطلقوا عليها الهندوس بالأخص اسم الطيران اليوجي أو يوجي فلاينج، وهو مكون من 3 مراحل: التنقل، العوم، الطيران. إلى أن اليهودية بتؤكد على أنها ظاهرة سحرية بتتم بواسطة الاستعانة بالأرواح، وده لأنهم مقتنعين بأن سبب الظاهرة دي هو تسخير الرياح، وهي قدرة لم يمنحها الله سبحانه وتعالى إلا لسيدنا سليمان فقط، وبناء عليه فيصبح أي تكرار للظاهرة دي صورة من صور السحر الأسود. وزي ما اتكلمنا عن أشخاص موهوبين بالقدرة على الاسترفاع في الهواء، حابب أسلط الضوء برضو على نصابين ادعوا قدرتهم الاستثنائية لفترة لكن تم كشف حيالهم وألاعبهم، زي مثلا الأمريكي كولين إيفانز صاحب الصورة المشهورة واللي تم التقاطها أثناء استرفاعه في الهواء. كولين إيفانز ادعى قدرته الاستثنائية على الاسترفاع في الهواء وقدم عروض كتير قصاد الجمهور، لكن تم التحقق من كذبه أثناء تقديمه لأحد العروض بعد ما ظهر، ولا سحر ولا شعوذة ولا أي حاجة. شاركنا في التعليقات برأيك، وهل أنت شايف أنه ممكن حد يمتلك القدرة دي فعلا، ولا ده سحر وشعوذة ولا حاجة تالتة خالص؟ لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.